ان شاء الله تكونوا كتير منيح انتو عم تحضروا الفيديو اليوم. اذا كنتو جد على القناة، انا اسمي سارة، مرحبا. اول ما نقلت على قبرص كان صيفية وجبت معي بس تياب صيفية، وجايز قرب الشتاء وبلش يتغير الطقس، وبين يوم ويوم معقول شت الدنيا ويبرد الطقس، وانا ما عندي تياب شتوية ابدا. اذا سقع الطقس بيزكلي انا بموت من البرد، ما عندي تياب شتوية ابدا. سو قررت اني رح اشتري اكبر صندوق مشتريات من نوع شيئين لخريف وصيف 2022. سو اذا حبيتوا الفكرة keep on watching، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، وخلينا نبلش. جايز هيدي هي الباكس. بيبي حلال معي؟ او ماي جاد شو هيدا؟ شايفين جايز الباكس شو كبيرة؟ ولو اوكي نزلها بيب. ثانك يو. تعالوا نفتح الباكس سوا. واو. خلينا نبلش. قبل ما بلش افتح الغراض جايز، بس حابة اخبركم انه انا نسيت اعمل اكسبرس شيبينج او التوصيل السريع، فهيدا البوكس اخذ شهر توصيل لعندي. شهر. خلينا نبلش اول شيء بالشوز، وانا ناسيه كليا انا شو جايبه صراحه. واو واو. حاسه حالي انه اجاني هديه كثير كبيره وانا عم بفتحها انا وياكم، مع انه انا دافعه حق كل شيء، بس انه هيك حاسه بعد شهر تحسوا كانه اجاكم كادو. anyway جبت هيدا البوتس. هيدا البوتس كثير ضروري يكون عندنا بفصل الشتاء، لانه اول شيء بدفي، وثاني شيء او ماي جاد شوفوا جايز من جوا كيف. شايفين كيف من جوا كثير 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 بدفي، وانا جايبته سايز 37، انا كانت اجري 36 صارت 37، ما بعرف ليه. سو هيدا اول شيء اشترينا. خلينا نشوف تاني شوز لليوم. هلا اتذكرت. سو جايز هيدا تاني ماست هاف لازم يكون موجود عندكم بالخزانه، بوتس كعب اسود جلد. جايز بيلبع على كل شيء، على التنوره، على ليجينج، على جينز، على شو ما كان بيلبع. شوفوا شو حلو. او ماي جاد انا كثير ناطره اني البس كرمال شوف اذا رح يضايقني من قدام ولا لا، بس شوفوا التكستشر تبعه شو حلوه. شايفين؟ وعلى فكره انه مبين الجلد تبعه منه رخيص ابدا، الجلد تبعه مبين كثير سميك، منه هذا الجلد دغري بيفرط، عرفتوا؟ سو بعرف انه هذا شوز رح يضايقني كل الشتويه. بيعقد بيعقد بيعقد. اي لاف ات. انا ما عم بقيس التياب، رح اقيس الشوز. سو رح بلش بالتياب مش بالترتيب، لانه like عن جد ناسيه شو جايبه. سو بس رح طلع من البوكس وبلش جرب التياب هيك. سو جايبه شيء باللون البيج. اوكي تذكرته، هيدا فستان جايز باللون البيج. الفستان تقيل، شوفوا كيف الفستان تقيل، القماشه تبعه كتير كتير مرتبه، وله هيدا من ورا كرمال ما يقشطوا الايدين. سو بيجي هيك، وفي معه البلت تبعه. خلينا نقيسهم سوا. سو جايز هيدا هو الدريس. الدريس كتير كتير حلو، شوفوا التفاصيل تبعه شو حلوه، شوفوا من ورا شو حلو. الدريس بعقد بعقد بعقد، بس عندي شغلة وحدة بدي اقولها عنه، انه جاية معه حزام بس ما في مطرح كرمال نحط الحزام. سو بيزكلي رح نحط الحزام بهالطريقة. رح جرب، انا ما كتير حبيته بس رح جرب معكم. ما بعرف اذا حبيته مع الحزام او لا، بعتقد ان حبيته بلا الحزام، او فينا نحط له نحن شيء، بس هيك حسيته فقر الدرس، عرفتوا؟ هو كتير مبين كلاس، كتير مبين شيك، مع الحزام ما حبيت. سو بفضل انه بلا الحزام. شوف شو حلو طالع الدرس، بيعقد ومخصور من هون، كتير
كتير كتير حلو وكتير بدفع على فكرة. يعني بعد ما شوب الطقس انا بلشت شوب كتير. الدراس كتير حلو، طول الدراس على الركبة على القد، وما تنسوا انه انا قصيرة. هلا انا لبسة كعب هلا، بس انا بنفس الوقت قصيرة، سو معقول يطلع شوي اقصر عليكم مني، بس انا طوله كتير حبيته. يعني كتير كلاس كتير كلاس كتير كلاس. شوفوا من ورا الدراس 10/10 كتير موفقة فيه. تاني قطعة لليوم اوفر سايز هودي. مين منا ما لازم يكون عنده اوفر سايز هودي؟ خليني اشوف شو هو القياس. ميديم، هيدي كلها ميديم. يعني شوفوا قدي كبيرة علي، انا حسيتها كتير كبيرة، مع انا كتير بحب الاوفر سايز هودي، ما عندي مشكلة فيها ابدا، بس حسيتها اوفر كبيرة. خلينا نجرب سوا. لابسة شورت جوزي تحت الهودي. سو هيدي هي التي شيرت، مكتوب عليها هون بيبي جيرل. من ورا هيدا شكلها مش مكتوب عليها شي. كتير مهضومة، اول شي حسيتها واسعة، بس لبستها حسيتها لقى عادي، اوفر سايز هودي عادية. بتنلبس مع جينز، بتنلبس مع تنورة، بتنلبس مع لاجينج، بتنلبس مع شو ما بدكم بيزيكلي. يعني هيدي صديقتكم الصدوقة للشتا. سو بتذكرها منيح لهيدي التي شيرت. او ماي جاد، الملمس تبعها بعقد. هيدي هي التي شيرت، ورح اقرب لكم تتشوفوا التكستشر تبعها او القماشه تبعها شو حلوه. شوفوا جايز القماشه بتجي كانه مخمل. خلينا نجربها. سو هيدي هي التي شيرت، كتير بيزك عاديه، بتلبس مع جينز لكل يوم، عرفتوا؟ كتير حبيتها، بتدفي منيحة، مش كتير بتدفي، يعني مني مشوبة فيها، بس بنفس الوقت kind of بتدفي، يعني بدها جاكيت فوقها على الأكيد، بس أنا كتير حبيتها. لون أخضر، خلينا نشوفها. واو! سو هيدي هي الكنزة، فيها ثلاث ألوان، أخضر فاتح، أخضر غامق، وأبيض. وكتير كتير حلوة القماشة تبعها. حسب ما ذاكرة انه انا جايبة جينز، وعبالي كتير جربها مع الجينز، لانه حاسة انه مع الشورت تروح قيمة التي شيرت. سو حنلبش على الجينز، فرجيكم اياه ونقيسهم سوا. فاينلي صار لي ساعة عم نلبش تا وصلت للجينز. او ماي جاد، ريحة الجينز كتير غريبة، اوف ما بعرف شو هي، بس مش حسيتها ريحة منيحة، عرفتوا؟ الريحة اللي إذا استنشقتوها بتمرضوا، هيدي هي. سو هيدا هو الجينز جايز، مام كات، هيدي الكات أو هيدي القصة اسمها مام كات، سو رح قيسه ونشوفه سوا. صراحة هيدي أول مرة بجيب سايز ميديوم لإلي أنا، عادة كنت عم جيب لارج، بس أكيد لاحظتوا إنه أنا ضعفانة. سو خلينا نقيسه تنشوف اذا عن جد بفوت فيي ولا لا. جايز فات فيي الجينز بكل رياحه، منه مزعج ابدا، والكات تبعه كتير كتير حلوه. شوفوا من ورا كيف بيجي، اي لاف ات، كتير كتير حبيته. شوفوا قد ايه التي شيرت بينت احلى بس لبست الجينز عليها، لا كان لازم البس الجينز من الاول. هيدي هي الكنزة، الألوان تبع الكنزة كتير حلوين. أنا بعتقد إني رح أعمل هيك للكنزة، بس كون لبستها مع جينز. شوفوا شو أحلى. بتعرفوا شو؟ أنا ناسي أجيب بيلت، ناسي أجيب حزام للجينز، كتير بحب، وكل مرة عم بطلب من شيئين وكل مرة عم بنسى. anyway guys، شوفوا قديه حلوة، كتير بتدفي. انا صراحة حدا كتير بيبرد بالشتاء، كتير بيبرد، يعني حتى شايفين هيدي الكنزة بدي جاكيت فوقها، وبدي شال، وبدي كذا وبدي كذا، ما في شي بدفيني. بس شوفوا شو حلو، انا كتير حبيت، كتير عم بنبسط اني عم جرب اشياء من قبل ما كنت استرجي جربها، لانه كنت حس حالي كتير بين ناصحة، بس هلأ كتير متصالحة مع جسمي. يعني في ناس اوقات بيعلقوا على جسمي بيقولوا لي يي ساره انه ما بتفكري تظبطي جسمك اكثر، او ليه وقفتي سبار، او بيصيروا يعملوا هاد التعليقات سخيفه. فانا عندي هلا مايند سيت كثير مبسوطه بجسمي، كثير مبسوطه بصحتي، الحمد لله كل شيء تمام. اخر همي
كتير مبسوطة، عم بحب كتير اللي تتابع علي. That's it. Oh my god، هيدي راح تحبوها كتير. شوفوا guys، هيدي كنزة لونين احمر وبينك، تجي شوي اوفر سايز بس الكنزة كتير كتير حلوة. خلينا اقرب لكم تتشوفوا التكستشر او القماشة تبعها قديه كوزي وقديه هيك بتحسسكم. شايفين اي قماشة جايز بيجي طالع منها اشياء؟ شوفوا كتير 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 هيك كونفي وبتحسسكم بالشتا وانه هيك مدفيين. خلينا نقيسها سوا. هيدي التيشيرت غير موضوع. شوفوا شو كيوت، بتجي هيك مدري كيف فايتها ببعضها من هون، مفتوحه هيك في، سو فيكم تحطوا لها من هون عقد كتير ناعم. وهيدا شكلها من ورا بتبين عاديه مقسومه بالنص بس، وكتير هيك كتير كوزي، يعني في اغمر حالي، عرفتوا ماني بحاجه لاحدا. 10/10. كتير مبسوطه بالاشياء اللي جبتها لهلا، ما في شيء ما زبط. شايفه شيء ازرق هون، خلينا نشوف. اوكي تيرتل نك، شايفين اللون شو حلو؟ انتم شايفين اللون شو حلو؟ اللون كتير حلو. هيدي كنزه يعني جايز، يعني كنزه. هيدي هي، خلينا نقيسها. بليز خبروني قد ايه اللون لابق على لون بشرتي. اللون الازرق كتير بيلبق لي، انا ما بعرف ليه ببين لي لون بشرتي كتير حلو. شوفوا شو حلوه، كتير بيزك، عرفتوا؟ انه تي شيرت مع تيرتل نك اند ذاتس ات. فيها شوية ديتيلز انه هيك القماشه بتجي مزيحه بس ذاتس ات. هيدا شكلها من ورا. انا كتير بحب هول التيشيرتس لانه في احط لهم عقد او في احط لهم حلق كبير. البس جينز، البس كعب او اسبادري او بوتس او شوز ودغري امشي. انا ماني فاشينيستا، يعني ما بعرف كتير لبق التياب على بعض، بحب جيب اشياء تلبق مع كل شيء، بسرعه تمشي وتزبط على كل المناسبات. فهمت علي؟ خلينا نشوف قطعه ثانيه. واو واو شو هاللون الحلو. قلت لكم جايز انا بحب البيزكس، خلينا نجربه. اللون كتير كتير حلو جايز، مش معقول. يعني صحيح انه بس بيزك عادية ما فيها شيء، كمان فيها هيك شوية نقشة على القماشة تبعها بالطول، بس انه بيزكلي اوفر اول عادية ما فيها شيء، بس اللون تبعها هو كتير سبيشال فيها. وعلى فكرة رقيقة، سو قريبا جدا بقدر بلش البسها. هيدا شو؟ او ماي جاد يس، فيست. اوكي فيست، هو للفيست انا كتير بحبهم وكتير بلاقيهم كتير كيوت. اوكي هلا رح فرجيكم شيء كتير حلو. سو هيدي هي الفيست، فينا نعملها هيك. سو هيدي هي، كتير كيوت، كتير مهضومه. كمان انا اول مره بجيب فيست لانه عاده كنت خاف من الفيست، حسهم عم بنصحوني لانه هن اوريدي بيجوا بافي. كتير مبسوطه فيها، ماني حاسه حالي ناصحه فيها، حسيتها كتير حلوة، كتير لبقتلي، كتير حلوة على لون التيشيرت كمان. والحلو فيها انه انطروا تقلكن ثانية، ياب يس اكيد بدنا نشلها هيدي، بس جايز تنلبس بالمقلوب. سو بيزيكلي ريفرسبل، تقدروا تبرموها وتلبسوها بالمقلوب، بس لازم نشلها هيدا الشيء، لازم نقصته. بس هي الزبر تبعها او هيدي السحابه تبعها بتجي على الجهتين. سو هيدي شايفين، هيدي بقدر اقلبها لجوا وبقدر اقلبها لبرا. سو من هون عرفت انه هيدي بتنلبس على الجهتين. سو كول عندنا اثنين فيست بفيست وحده وكتير مهضومه. اوكي واتس نكست، هيدي كمان تي شيرت جايز، انا جايبه كتير تي شيرتس على فكره. سو هيدي هي التي شيرت، هيدي التي شيرت بتنلبس قريبا، عرفتوا؟ لايك هولي ما بقدر كتير البسهم هلا،
او قريبا، لانه بدي انطر لديسمبر لبعد شهرين كرمال عن جد يسقع الطقس. اما هيدي فاكيد بتنلبس هلا، خلينا نجربها. سو هيدي هي التيشيرت، وعلى فكره انه هيدي القط اللي بتجي من هون الوان فاتحه من هون، الوان غامقه من هون، بتبينكم انحف على فكره. سو هيدي هي كتير بيزك، كتير عادية، بس بنفس الوقت فيها شي من ورا سادة ومن قدام بيجي عليها هيدي الحركة المهضومة. سمبل كتير بيزك. ركزوا معي قدي كيوت هيدا السات، شوفوا تنورة مع هيدي، على فكرة separated، يعني انا جايبة التنورة لحالها وهيدي لحالها، وانا لبقتهم مع بعض، حسيت انه رح يطلعوا كتير حلوين، وكان معي حق، طالعين كتير كتير كيوت كتير كيوت. حبيت تكون كتير سمبل بهول القطعتين، بيزك سوداء وتنورة طويلة في لها فتحة من هون طويلة طويلة للكاحل، هلا بفرجيكم اياها. وكتير حسيتها بتلبق مع البوتس الاسود، بس قبل ما البس البوتس الاسود عبالي فرجيكم هيدا شي العجيب. جايز هيدا كولون او جوارب، بس الفكرة منه انه من جوا ليكو، شايفين من جوا كيف بيجي؟ وأوباك، يعني ما بيبين شيء ابدا تحته. سو كتير عبالي اني جربه وشوف اذا عن جد بيبين، كأنه لابسين شيء رقيق وما كأنه لابسين هالقد سميك. كتير عبالي جرب، سو خليني جربه ونشوف الفرق. اكيد جبت شيل او سكارف، خلينا نفتحه سوا. واو جايز كتير بدفي، القماشة تبعه كتير كتير بتدفي، كتير حلوة. وجايز اكتشلي كتير كتير طويل، شوفوا من تحت، شوفوا من تحت شو كيوت ومهضوم، كتير هيك بيوحيلكم بالشتا بيزيكلي. لاحظتوا انا قديه مشتاقه للشتي، انا عاده ما بحب الشتي ابدا، بفضل الصيفيه، بس ما بعرف ليه هالصيفيه صرت عم بشتاق للشتي، ما بعرف ليه. رح ننتقل هلا للجاكيت، جبت اثنين جاكيت، هيدا اول وحده وهيدا اكثر شيء متحمسه له. هيدي هي الجاكيت، خلينا نقيسها. هيدي الجاكيت رح ضلني لابستها بالشتي كل الوقت لانه كثير بتدفي، يعني بتجي بوفي، هلا رح تلاحظوا. اوه يس ذس از ات، حاسه حالي منفوخه نفخ، بس انا عارفه انه هيدي كتير كتير رح بتدفيني بالشتا. لاحظوا كيف هيك منفوخه نفخ، في لها جايبتين من هون. جاكيت كتير كتير حلوه، ايديها بيجوا مغيط، الخصر تبعها بيجي مغيط وقصيره منا طويله، سو رح نبين انه من فوق كبار، بس رح يبين خصرنا كمان، سو ما رح نبين ناصحين، هيدا الفكرة منه. واكيد هلا اختنقت بنفتح بهالطريقة، كتير حلوة. خليني افرجيكم تاني جاكيت لأنه كتير كيوت غير كليا عن هيدا. هيدا تاني جاكيت جايز، شوفوا شايفين؟ كتير كتير هيك بتحسوا حالكم بالجنة هيك. اوكي خلينا نقيسها، كتير حلوة، كتير هيك فازية، وحبيت كتير القماشة، وحتى الستايل تبعها كتير مهضوم، بتجي كارويات، وهيدا شكلها من ورا طويلة جايز، سو بيزيكلي بيجي طولها لتحت الخصر، سو فيكم مثلا إذا أنتم بتحبوا تلبسوها، إذا كنتوا محجبات، أو إذا بتحبوا أن تلبسوا شي محتشم، كتير مناسبة لأنه طويلة. وكتير كيوت وكتير بتدفي، ما بتصدقوا القماشة، أنا كتير بحب ملمس هالقماشة، جوزي بيكره ملمس هيدي القماشة كتير، يعني أنا أكيد إنه أنا إذا لبستها لهيدي جوزي ما حيقعد حدي حتى لهالدرجة. شو هيدا؟ ما كانوا يخلصوا التياب؟ ما كنت عارفة إن هالقطة قلبت تياب؟ سو جايز هيدا كان الفيديو، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا وتسليتوا، أنا كتير تسليت أنا عم بفتح القطع وقيسهم أنا وياكم. ما تنسوا تكتبوا لي بالكومنتس أنتوا أي قطعة أكتر شي حبيتوا علي، وأكيد ما تنسوا شو تعملوا لايك شير سبسكرايب، وأنا بشوفكم بفيديو جديد قريباً. باي!